じゃあ、これ作るわなって感じだよ。どう？先生、今日は、嬉しくないちっちゃいやつ今は、嬉しくないちっちゃいやつ。私は、全然できない。コネクション。من نبغى تقطع يدي بس انا مربي يا اخي لا مش انا مربي يا اخي مش قطع يدي انا شايفه ما بس انا مش فاهم ما اعرف اصلا عندي ما اصلا شرط يا ودي وش شوني ده من قام شو مالك شو مالك شو هذا هذا انا ما تدي انا كل شيء اسمع يسمعوا هو كي يطلع من سهل الا لرنين انا يا قلت في بلطيب لو عدا كان يقول له اتل واخ انا سيدي اجيب لك المادلين اللي ركيت وجدتها ليا شكون وين انت دبيدي انا سوي ما تحسبوش كمل اي حاجه لا انت بنتي انت بنتي لا همت المام ما
من نوت الزين الجيد ننسي يورنا ندير واحد البث الله أكبر الله صافية خرج علي من هنا حلبي سحن حلبي
الشركة دونك غادي نعطيو واحد التقييم لهاد التغييرات. شنو اللي كيحدد النجاح ديال شي واحد؟ شنو هو العامل ولا العوامل اللي كتخلق فرق كبير ما كيستافدوش منها الاخرين؟ واش كيشجعوا العيالات اكثر من الرجال؟ واش كيفضلوا الشباب على الناس اللي كبارين في العمر؟ لا. اذا في هذه الحاله الشركه هي نفسها الجامعه وما كتعطاش الناس اللي عندهم مش مصدر. واش كيشيعوا مولات كياخذوها الرجال ما كيخدموش العيالات؟ واش الناس اللي كبارين في العمر كياخذوا الفلوس اكثر مع دوك اللي مازال ما مسكوتينش؟ طبعا لا. تالي فعلا كتركها فوق الفرص كل الشركه اللي كيشتغل بنفس المتغيرات. بما ان الشركه كتعرف النجاح والمنتوجات كتباح اصلا والعمولات كتوزع الاشخاص اللي كيستحقوها، اذا شنو هو المتغير اللي خلق فرق؟ كاين حاجه واحده اللي غتحدد النجاح ولا هي شي واحد اللي غادي يحدد مدى النجاح في هذا المشروع هو انت. انت هو المتغير. وعلى ود هذا الشيء غادي نعاونك تشتغل على نفسك باش تقوم بالتغيير وتطور العقليه ديال المقابل وتولي الشخص المرغوب فيه باش يوصل للنجاح اللي كطمح ليه عن طريق امتلاك مشروعك قبل ما عندك الحماس الكافي باش تقوم بالتغيير وتحصل على النجاح. الا الرغبه غير كافيه سواء مع الحميه الغذائيه او الانضباط ولا شي عمل معين. اللي غتحتاجه دابا هو القوه ديال الدوافع والاسباب اللازمه. الا ما كانش عندك دوافع ورغبه قويه كفايه وما كانش التزامك قوي كفايه فراك غادي تكون بحال هذاك اللي دار واحد النظام غذائي جديد ولا يلاه مشى للتمارين الرياضيه ديالو. غتقول لي لا ما بغيتش هذيك 200 درهم. دابا تخيلوا ان ولادك كاينين في سطح العماره الاخرى، هذيك العماره الاخرى شعله فيها العافيه من تحت الارض ولا ما تزيدش باش راك تقريبا كتقدر دير كل شيء. وباش تزيد في الحماس ديالك غير خاص تكون عندك اهداف اسمى من الاهداف الماديه والماليه، لانها كتنبع من اعماق تربح فلوس زين. واش باش تدي ولادك مدرسه مزيانه ولا باش تصدق بها على الناس اللي عندهم احتياج ولا باش تشري واحد الوالدين تاخذ الرضا ديالهم ولا باش تسافر حول العالم تمشي وتزور اماكن اخرى ولا باش ما تحتاجش باقي الناس ولا باش تكون عندك الاستقلاليه الماديه توصل لذاك السلام ديالك باش تجنب هذا الاحتياج اللي غيوقعوا لك. دابا غنتكلموا على عامل النجاح الاول. كاع دوزتي التطور اللي حصل عندك في مجال الخدمه ديالك هذا كله ما عنده حتى شي غنمشي حتى انني نقول لك ان هذه المده ديال 10 20 30 40 وحتى 50 سنه اللي دوزتي كنتي كتعتمد فيها على مسائل انت طورتيها واستمدتي منها القوه ديالك. نجاحك كان كيعتمد على الطريقه اللي كنتي كتخدم بها، الاناقه المظهر كيفاش كنتي كتبان، كيفاش كنتي كتبيع، واش كنتي كتحقق مردوديه عاليه، الاشارات اللي كنتي كديرها في العمل ديالك كانت هي السلاح السري ومن هنا كنتي كتستافد. هذا المشروع اللي بديتي دابا ما عندوش علاقه بداك الشيء اللي تقدر دير، بالعكس الافكار اللي غادي تساعدك باش تغير وبالتالي تنجح الشركه ديالك. العمل اللي كان عندك من قبل كان كيعتمد على المجهودات ديالك وشنو تقدر دير. المشروع ديالك دابا كيقدم واحد النموذج معاكس، هو كيخص داكشي اللي تقدر دير ولكن كيخص واحد النموذج الاف ديال الاشخاص ولفتي تحصل على نتائج من العمل الشخصي ديالك. الروعه ديالك الاف الشخصي عوض 100% من مجهودك الخاص والمتواصل، وانك انت ماشي هو داك النموذج البسيط اللي ممكن الاخرين يستنسخوه. انت اللي خصك تولي هذا النموذج البسيط اللي يمكن الاخرين يديروا الاستنساخ ديالو. كنعرف انه راه ما سهلاش عليك تندمج مع هذا المفهوم. اللي قبل كانت طريقه النجاح ديالك كتركز على الصفات والمؤهلات اللي عندك. الهدف ديالنا دابا هو عكس الحل، كيكمل في واحد النظام بسيط واحد الطريقه غتخلي اي شخص ما بغى يكون الماضي من بعد المئات والالاف غتكون بحاجه لواحد النظام عمل بسيط قابل للاستنساخ يخلي الجميع بالقليل وبدون مهارات يستعمل.
هذا المشروع تبقى في البداية الأولى من حياتي راح تكون عندك واحد أنك تخدم بواحد طريقتك الخاصة. خذ هذه النصائح باش تجنبوا البيج الأولى الفخ الأول. أول حاجة تخيل أنك تقول هذه الشركة هذه بأنك راك تغيب واحد من التوجيه هو البيج ماك البيج بيج طبعا ما غادي يقبلوش بهذا الشيء فمهما يكون فراهم تقولوا واحد النظام منتوجات عن طريق الأبحاث تجارب مالك انك تكتفي انك تتابع التعليمات ديال الشركه. النصيحه الثانيه ثق في داك الشيء اللي تلقاك وتكونيكتا وربط اتصالك بالنظام العمل راه مساله حتميه واستخسخ نفس طريقه العمل فانه يكون عندك نظام عمل كيحول جميع الناس وفي مكان يخدموا به ومن هنا كندوزو كون الامر كيتعلق بيك لانه كيتعلق بنظام العمل وعوض انك دير انت الخدمه فراه النظام كيتف به في بلاصتك وهنا كيبان السحر ديال التكرار والاستيصال نفس الخدمه النتائج كبيره كتكون وهذا غيتاسس بالنصيحه تاعته اللي هي خدم الادوات هما مش انا واحد منهم الشركة طورت لينا بدقة مع الأدوات واستشر مع أحسن خبراء واستمروا بزاف ديال الفلوس باش يجيبوا لنا هذه الأدوات والوثائق والفيديوهات والصوتيات والمجلات مواقع الإنترنت والمطويات وبزاف ديال الأدوات الأخرى. هنا الشركة عوض ما استثمر فلوسها في الإشهار في التلفازة مثلا قدمت لينا هذه الأدوات باش نكونوا حنا وياها رابحين بجوج. الحمد لله رب العالمين الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
دابا غنتعرفوا على الفخ الثاني وهو عدم وجود التركيبه ومنهجها يعني لا ستركتور ما كايناش في الدقه الاولى كيبان هذا الشيء واعر واخيرا راني وليت حر مابقيتش محتاج نمشي ونجي للخدمه ديالي مابقيتش مضطرين المكتب ديالي الصغير وما كاينش الناس اللي غادي نعطيهم بعض المهام ولا غير يعطيني شي مهام خصني نديرها خصنيش ناخذ الاذن الا كنت غنوصل للدار ولا غنمشي للطبيب كنولي حر كلي ندير داكشي اللي بغيت بالطريقه اللي كنتمناها وبالنسبه للمقاول هذا الشيء راه رهيب لانها بيئه غريبه وغير مريحه بشكل لا يصدق خصوصا الانضباط والانظمه ديال التحفيز الشخصيه ومعدل المسؤوليه اللي مازال ما طورهمش فكروا في هذا الشيء بالنسبه لاغلب الناس في حياتهم كلها كل شيء كان غادي عندهم واحد النظام معين فاش كنتي في المدرسه كانوا كيقولوا لك شنو المعدل اللي خصك توصل به باش تمشي للمدرسه الفلانيه ولا دير الطب ولا تولي انجينيور ولا فاك باش تولي عندك واحد الدبلوم معين عطاوك واحد البرنامج واحد التوقعات دقيقه واحد المده زمنيه صغيره كيتم تجربه القدرات ديالك وكتعطاك النتيجه من بعد فاش كتلتحق بالعمل كيقولوا لك راه فين غتجلس وشحال غتخدم وانت غتمشي تخدم وانت غترجع وبالضبط شنو مطلوب منك وجميع المهام اللي خصك ديرها وهذا الشيء تحت الاشراف ديال واحد المرؤوس اللي غيكون دايرينه باش يراقب وهذا السلوك والتكوين والتكييف والروتين اللي طورتي في 10-20 سنه الناس كيبرروا العمل بين قوسين انهم يوليو خبراء في المنتوجات ويحضروا لي زافيش اللوائح الوثائق وبكل بساطه كيستمروا في الاستعداد بدون توقف وما كيمروش العمل وكيحسب لهم انهم راه كيخدموا نهار كامل ولكن ما كيديروش الاساسيات انهم يقدموا النموذج او مشروع لشخص جديد باستعمال الادوات طبعا ولا يديروا التتبع الاشخاص اللي تواصلوا معهم من قبل ما تخلطوش بين النشاط والمردوديه وبين الحركه مع الانجاز كاين فرق شاسع جميع الاحوال ومن بعد واحد بيضة الاسابيع من التعثر بهذه الطريقه الاغلبيه كيرجع للمسار الصحيح ديالو Thank you.
نعطيكم دابا النصيحة الأولى، بدا دائما في الوقت الإضافي، هذه حاجة مهمة بزاف. أنا بغيت نذكر لكم جيم رون باش غادي يعاونكم تفهموا هذه النقطة مزيان. اللي ما كيعرفش جيم رون فراه كيتعتبر من أكبر الفلاسفة في عالم المقاولات في أمريكا، واحد من القادة اللي ولاو أصحاب الرأي الأكثر تأثير في تاريخ التنمية الذاتية. اسمعوا شنو قال جيم، كيقول من بعد ما تم الاحتضان ديالو ولا موزع لهذا المنتوج. واسمعوا شنو قال ليه السيد تشوز، هو اللي كيقوم بالتوجيه ديالو. يمكن تبدا الخدمة في هذه الشركة المعجزة في الوقت الإضافي، ما تحتاجش أنك دير نهار كامل، يبدا غير بعض الساعات في النهار وكيكمل. يقول ليه إذا استمرتي 10 12 15 ساعة في الأسبوع وبديتي تحقيق الأرباح، يمكن لك من الآن وصاعدا يمكن لك تقول أنك تخدم في العمل ديالك التقليدي في النهار كامل وفي الوقت الإضافي باش تدير الثروة ديالك، يعني باش دير لاباس، لأن الأرباح كتدينا أننا نوليو لاباس عليك. تحمس بزاف لهذه الفلسفة هذه، كيشتغل نهار كامل في الخدمة ديالو ولكن كيشتغل في الوقت الإضافي باش تخلص لك. وقال عند نفسه ما غاديش تسنى بزاف باش ندوز نخدم نهار كامل باش ندير لاباس. يمكن لكم تخيلوا التغيير اللي غادي يحصل لي في حياته. طبعا نهضر لكم على شنو كان الهدف ديالو فاش بدا. كان باغي يولي الاثمن ديالو اللي كيحققو في الوقت الاضافي كيساوي الاجر ديالو اللي حسابهم الخاص حتى وان كان في الوقت الاضافي، لان هادشي كيعني انك غتشتغل باش تحقق ارباح وهادشي ما ياخذش منك بزاف ديال الوقت. الى ركزتي مزيان في هاد العشرات ديال بعض المهارات واللي غادي تكتشف انك تولي كتربح في الوقت الاضافي نفس القدر اللي كتربحو في الخدمه ديالك في الصادر ديالك، وهادشي اللي حققته في 6 ديال الاشهر. ودابا عندي لكم واحد الاقتراح رائع باش دير. لقيت طريقه من خلال الوقت الاضافي نخدم على الثروه ديالي الخاصه ونربح نفس المدخول. بغيت تسمعوا القصه ديالي، راه شي حاجه ما كتصدقش. دابا غنتكلم لكم على الهدف الثاني، هو اني نولي كنربح دائما وانا كنشتغل على الثروه ديالي في الوقت الاضافي مقارنه بداكشي اللي كنربح بالاجره ديالي النهار كامل. وقدرت نوصل ليها ونربحها في الوقت الاضافي وباشتغال الثروه ديالي ستارت اب ديالي كنربح حتى داكشي اللي كنربحو. تبغيو تعرفوا اكثر في النهار كامل، والسبب كان هو انه ما بغاش يفقد هاد القصه الرائعه كانت فينا قويه ومديره بزاف. حتى واحد ما كيقاوم انه يسمعها، ما بغاش يتخلص منها وشدت بها واحد المده معينه حتى لاحظ ان هذا القرار ما عنده حتى شي معنى. ومن بعد منها دابا يمكن لكم الاعتراف انك تشتغل كله باش دير الثروه ديالك. كان واحد الشيء ما كيتصدقش، لكن بغيت عشرة لكن بغيت تكون تستمرين كدير بضع ساعات في اليوم. وطبيعة الحال سولو شنا هو هذا المشروع، شرا جوج ديال السيارات وحده ليه وحده الزوجة ديالو. كيسولو كيفاش درتي ليها، كيجاوبهم نعم عندي واحد المشروع مكمل بشي سريعات في النهار باش كنخدم. كيسولو وليداتك عندهم ملابس جدادي، هادشي كله كيوقع. شنو الاصل ديالو؟ فقط 10000 درهم في الشهر زينة. 10000 درهم كتربحها في الخدمة ديالك ديال النهار كامل، حتى واحد ما غيتشجع انه يسمع القصة ديالك. ولكن 10000 درهم في الوقت الإضافي غتكون الناس غتبغي تاكل المزايا اللي غيتجنيها من هذه المغامرة، كنوضح لهم المزايا اللي غتجنيها عائلتك بسبب المداخيل الإضافية والحرية اللي غتوصلوا لها. شرح كيفاش أن العمل ديالك تأثير على الآمال والمتمنيات والرغبات لكل واحد منا. وأول ما غدير الاحتضان ديالهم في المشروع ديالك هي العائلة ديالك المقربة، ماشي باش يبداو العمل ولكن باش يساندوا في بعض أنه كيسبق وقت وأنك غتبقى تسجل بعض التظاهرات وأنك غتدخل للدار في واحد الوقت متأخر وشرح لهم الحدود اللي ما خصهمش يتخطاوها في المنزل وأنت كتبني الشبكة ديالك. والآن مع المقترح الثالث، أنا كتحدد الحدود ديالك ونشأ النظام الخاص، تختار واحد البلاصة في الدار ديالك. أعطيكم دابا النصيحة الأولى، بدا دائما في الوقت الإضافي، هذه حاجة مهمة بزاف. أنا بغيت نذكر لكم جيم رون باش غادي يعاونكم تفهموا هذه النقطة مزيان. اللي ما كيعرفش جيم رون فراه كيتعتبر من أكبر الفلاسفة في عالم المقاولات في أمريكا، واحد من القادة اللي ولاو أصحاب الرأي الأكثر تأثير في تاريخ التنمية الذاتية. اسمعوا شنو قال جيم، كيقول من بعد ما تم الاحتضان ديالو ولا موزع لهذا المنتوج. واسمعوا شنو قال ليه السيد تشوز، هو اللي كيقوم بالتوجيه ديالو. يمكن تبدا الخدمة في هذه الشركة المعجزة في الوقت الإضافي، ما تحتاجش أنك ديرها نهار كامل، يمكن تبدا غير بعض الساعات في النهار وكيكمل. يقول لي
ممكن ناس استمرتي 10 12 15 ساعه في الاسبوع وبديتي تحقيق الارباح يمكنك من الان وصاعده، ممكن تكون انك كتخدم العمل التقليدي في النهار كامل وفي الوقت الاضافي باش تنمي الثروه ديالك، يعني باش دير لاباس، لان الارباح كتدينو اننا نوليو لاباس عليه. تحبس بزاف هذه الفلسفه هذه، راه كيشتغل النهار كامل في الخدمه ديالو ولكن كيشتغل في الوقت الاضافي على الثروه ديالو، ولقى طريقه كتمكنو ماشي فقط انه يربح ولكن ما غتصدقوش انه يكسب ثراء ايضا. واش يمكنكم تصوروا شنو غادي يوقع؟ انك تنوض في الصباح وتخدم باش تولي لاباس، ايوا انك تمشي للخدمه ديالك باش تربح داك الشيء باش غتخلص لك وكاع هذا نفسه، ما غاديش نستنى بزاف باش ندوز نخدم نهار كامل باش ندير لاباس. يمكن لكم تخيلوا التغيير اللي غادي يحصل في حياتكم. دابا غنهضر لكم على شنو كان الهدف ديالو فاش بدا. كان باغي يولي المدخول ديالو اللي كيحققو في الوقت الاضافي كيساوي الاجر ديالو في الخدمه ديالو نهار كامل، وهذا اللي كيتسمى السحر ديال الوقت الاضافي، وهذه المساله محفزه بزاف ان الناس يبداو يخدموا حسابهم الخاص وطورتي بعض المهارات واللي غادي نتكلموا عليها، فما ياخذكش وقت كثير باش انك تولي كتربح في الوقت الاضافي نفس القدر اللي كتربحو في الخدمه ديالك في الصادر ديالك، وهذا الشيء اللي حققته في 6 ديال الاشهر. ودابا عندي لكم واحد الاقتراح رائع باش ندير، لقيت من خلال الوقت الاضافي نخدم على الثروه ديالي الخاص ونربح نفس المدخول. غير تسمعوا القصه ديالي راه شي حاجه ما كتصدقش. دابا غنتكلم لكم على الهدف الثاني هو اني نولي كنربح ضعف، وانا كنشتغل على الثروه ديالي في الوقت الاضافي وقدرت نوصل ليها في ظرف عام في الوقت الاضافي. وبغيو تعرفوا اكثر فاش كنربح الثروه ديالك، كان واحد الشيء ما كيتصدقش، ولكن بغيتكم تذكروا السحر ديال الوقت الاضافي. شحال من انسان باش تخيل نوعيه الحياه ديال اي شخص 10000 اضافيه كل شهر مش اكثر، وهذا المبلغ غير حياه العديد من الاشخاص. وهذا الشيء علاش الوقت الاضافي عنده واحد القيمه كبيره، وما بيكون شنو اللي غادي يحدث مع هذا التغيير. هذا التغيير وسيله فعاله باش نجبدوا شركاء جدد، فعلا الفلوس اللي كنكسبوا كتساعدنا في هذا الصدر. اللي واحد الشخص راك مشيتي للعوض العاد العام ثلاثة د المواد شرا جوج ديال الشهر الاصل ديالو فقط 10000 درهم في الشهر زايد، ب 10000 درهم كتربحها في الخدمة ديال الوقت الاضافي. السحر ديال الوقت الاضافي في نفس الرؤية جينا من هاد اللغة ومن مزايا علاج ليها عائلتي في الاضافي ونحاول نوصلوا ليها ان الاثير على اكثر حقوق كتبقى انك غتبقى تسكر بعض التدهور كتدخل للدار في واحد الوقت متاخر باش تحل لهم الحدود اللي ما خصهمش يتخطاوها في المنزل حتى كتبقى الان. مع المقترح الثالث انا كنتحدد الحدود ديالك ونشد النظام الخاص يختار واحد البلاصه في الدار ديالك بهذه الطريقه، وهكذا غتستطيع تستمر في العمل مده طويله وان لم نقل دينك، والا راه غادي يولي الامر مستحيل وبالتالي غتستسلم، وهذا قبل ما غتعطي الاستمراريه والمده الكافيه للثمار ديالها. الاقتراح الرابع برمج المسار ديالك، حدد الاهداف ديالك، تحدثوا على الاشياء اللي غادي تختاري نهار دي فاش كيتطرح ليه السؤال شنو هي لتحقيق هذه الاهداف المحدده. هذا الاجراء صغير وهذا الشيء علاش قدرت نحقق اشياء مش غتكون مكتبه النجاح، كيفاش ان التحكم في هذا غتمكن نوصل داكشي اللي بغينا. وهادشي غيدينا الفخ الثالث اللي هو الالتزام.
الله شو بغيت قبل الكفار وتقدم الكفار جاء معليش لا لا وعطاتي مال لألف أشخاص طريقة خدمتي لا سهلة الغاية ما كتستفدش لا شهادة عليا ولا تكون لأي شيء كل ما كتكلمون المدرسة شهرو طاهر والتزام استمر في شهر طاهر كتكلمون للأمام متروسة كامل الإحساس غدا تقدر تقدم لك حد تمساعد ما بغي يكون المشروع اللي بديتي خدم على انك هتبقى فيه لمده سنه على الاقل سمعتوا هاد القضيه مزيان